الطريق من تحت ماشي خطوتي ما لقيت مواسي في شدتي يا غربتي لا طايل ابكي ولا قادر احبس دمعتي يا زمان من فين طريقك يا أمل غطي على الأحزان وآه يا دنيا البشر وآه وآه كنت مخبي ليالي لون ليالي فين كنا زمان لما اتفرقت لما حضن الدفا ياما ما بقاش فيه الحنين ما بقاش فيه الحنين ما بقاش فيه الحنين اتفضل ادي الفلوس اللي صرفتها عليا فلوس هي اللي قهرتني يا كريم هي دي القضية تفضل خد اضربني اجلدني اعمل كل اللي انت عايزه بس مش عايز اشوفك في الحالة دي وبسببي أنا مش جلاد لحد أنا أب أب حب ولاده صدقهم أكتر من اللازم لكنهم خزلوه خلاص إذا كنت فقدت ثقتك فيا للدرجة دي رجع كل حاجة باسمك تاني لا لا أنا خلاص ما عدتش عاوز حاجة حتى الفيلا أنا مش فاهم يعني الدنيا خلاص وقفت عند حد عدم علامي وافرض إني ما كنتش سافرت خالص مش كنت هبقى دراعك اليمين برضو بابا اللي حصل ده حفرة وحفرها لنا الأستاذ من أيام ما كان بيدرس لي وهو بيقولك إن كريم مش هينفع في التعليم شغله معاك أحسن طب إيه اللي خلاه يغير رأيه وطلب مني أتعلم لما قلت اتجوز امارات اكيد حفره وانا ما قدرتش احقق ده لانه زي ما قال الاستاذ بالظبط انا مخي مش مشغول بالتعليم انا مخي مشغول بالسوق بالمكسب بالتجاره امارات مثلها الاعلى ابوها لانه متعلم وانا كمان مثل الاعلى ابويا وبكده تبقى النتيجه عادله 100% خليت السرجاوي يكسبني لا اوعى الكلام ده يجي على بالك ابدا دي بقت معركه بيننا وبين الاستاذ واحنا اللي لازم نكسبه وانت لازم تساعدني يا بابا مش هنقع في الحفره اللي حفرها لنا دي ابدا يبعدني عنك السنين دي كلها والنتيجه ولا حاجه ابدا انا لازم اتجوز امارات وتيجي بيتنا ولما تخلص الفيلا الجديده هنتنقل انا وهي لهناك ونعيش معاك يا بابا ايوه وان شاء الله
هنخلف عيال كتير وهربيهم تربية تانية خالص، هخليهم يكرهوا يعذبوا ناحية بيت جدهم الأستاذ ده خالص ويحبوا بيتك أنت يا بابا. أيوة ما تصحيش النار اللي انطفت في قلبي. لو ساعدتني يا بابا هقدر أحقق لك كل أحلامك، وهنتنقل للفيلا الجديدة وتلمنا تحت جناحاتك وتشتري لنا الخمس عربيات. وعلق في كل عربية خرزة زرقاء من عينين الناس، من عينين الناس. الساعة بقت 11. روح انت اذا كنت عاوز تنام. اروح؟ اروح من غير ما احقق اي انتاجية؟ يا ده كان الاستاذ زعل مني وضربني حتة علقة. ايه مش مصدق؟ بلاش يضربني. انا اقول لك هنعمل ايه. أكيد كان هيمسك النضارة كده أهو ويقول لي الإنسان اللي يضيع من عمره يوم من غير ما يحقق أي إنتاجية إنسان أهبل يا لورد. وأنا بيني وبينك بقى مش عايز ابقى اهبل. تسمح تراجع معايا تفريغ جداول الاحداث اللي اتخرجوا من الاصلاحيه بدون مهن؟ لغايه دلوقتي هم 77 ولسه في 7 و4. هنشغل الناس دي كلها ازاي يا لورد؟ جرى ايه؟ جرى يا استاذ؟ ده انت اللي علمتني انه لا يأس مع الحياة، لا يأس مع الحياة. يلا يلا كمل. تفتكر انه لو كان واحد زي كريم ده مؤمن بالعلم مش كان سهل تقنعه فكرتك؟ كان شغل كم واحد عنده وخلاهم تحت اشرافه المباشر. ضروري هنلاقي ناس في قلبهم حب الخير وهيشغلوه. نجاح فكرتك مش انه حد شغل اولاد الاصلاحيه دول على سبيل الاحسان او الشفقه، لا، الفكره تنجح لو اللي شغلهم امن بالفكره نفسها، امن انه مهم لبلده، انه اي مواطن لازم ينتج حتى لو كان خريج اصلاحيه. مين اللي ممكن يحمل هم غيره للدرجه دي؟ ضروري هنلاقي. حقيقه المشكله ان كل واحد عاوز ينتج بنفسه ولنفسه بس، علشان كده بنفرض وصايتنا حتى على اولادنا وحتى بعد ما يكبروا. وحلم ما قدرتش احققه لازم اولادي يحققوا. انانيه عجيبه حتى بين الاب واولاده. مرات فين؟ هي نامت؟ لا دي بتجهز لك اكل الاسبوع قبل ما ترجع اسكندريه. امارات! امارات!
طب قول لي في حاجة ممكن أنا أقدر أعملها؟ أيوة بابا. أنا موافق على جوازك من كريم. حضرتك بتتكلم جد؟ المسألة دي ما تحتملش هزار. بقول لك أنا موافق. يعني بكرة الصبح هترد على عم إبراهيم وتقول له إنك موافق؟ موافق بصحيح؟ يا حبيبي يا بابا. حبي ليكي مش هيكون حب أناني. بس ليا رجاء واحد. الصبح هتمضي طول النهار معايا في الشوارع. بس ده ايه علاقته بموافقتك على جوازي من كريم؟ لما تخرجي معايا هتعرفي كل حاجة. اعلى بالمفتاح شوية يا محمد. ايوه يمين ايوه كده ايوه. اتاكد من الصامولة الاول. عنك انت يا باشمهندس مدام مزرجنا معاك. فكرك انت اصبى مني يا رسم خمر. انا عارف انت مبسوط ليه. عشان الضغط زاد في البيت وده معناه اشرط ظهور الجاز. طب روح باشر عمالك بقى. ماشي يا باشمهندس. معايا يا محمد. تمام كده. دور عم رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمارات. أيوة بابا. يلا عشان لما نخلص جولتنا تقدري ترجعي لشغلك في اسكندرية النهاردة. أنا ثانية واحدة وحكون جاهزة. مش هتقولي بقى إيه الارتباط بين الجولة اللي هنعملها النهاردة وبين موافقتك على كريم؟ يلا بينا. يلا. تعال يا مقيم. هو الدكتور ما قالش حاجة ليه؟ تمام يا باشمهندس، خير إن شاء الله. إيه الحكاية يا عم خمر؟ الدكتور عايز ينقلك مصر حالا. عايز يعمل أشعة على رجلك. بابا يظهر الأستاذ خد بنته وهرب، مش لاقيه في البيت من الصبح. ما تخافش، الأستاذ ما عندوش الفلوس اللي تخليه يعزل أقام أقام كده، هو حد يلاقي شقة. يعني يكون راح يوصلها شغلها في اسكندرية؟ طب روح شوف شغلك أنت وسيب الموضوع ده علي أنا. كل ما أقول لكريم هات ورقة التنازل عشان نقدمها وننتزع الملكية يسوف ويقول لي بعدين. تفتكري هو مش عاوزنا أقراها ليه؟ أكيد في سر. حفظ أنت مش ملاحظ إنك ما عدتش بتقول كلام حلو؟ أصلي شايله لبعد الجواز. جرايا يا إبراهيم بإيه؟ أنت إزاي عايزني أطلع عمر إزالة البيت مش قايل السقوط؟ لا ما أنت طول عمرك بتعملها وأنت عارف الطريقة. أيوه أنا عملتها أيام عادل بيه ومع ناس أي كلام، إنما مع الأستاذ اللي هبد عادل بيه ذات نفسه من قلة في الجرنان دخله السجن. وما لما يعرف بقى ان انا طلعت له امر ازاله للبيت اللي هو ساكن فيه هيعمل ايه؟ ده قليل المهايج الدنيا عليا وخدت فيها اعدام. الله ما تبقاش متشائم كده. اعدام ايه يا راجل؟ المساله مش هتوصل لازاله. احنا كل ما في الامر بنضغط على الاستاذ عشان ما يدحوش في جواز ابن كريم. ابراهيم بيه امرني اعمل اي حاجه في الدنيا اعملها
وسبق ان انا نفذت لك كل اوامرك. انه ما اقف قدام الاستاذ؟ لا. طب والله العظيم ما كلام. تحلفش يا سكر، ما تحلفش. كل اللي عاوزه منك خدمه. ابني عاوز يتجوز البت والاستاذ هيضيعه، وانا لازم اقف جنب ابني. وانا خدمتك كتير كتير قوي، سبتك تبيع وتشتري بمالي، والفخفخه اللي انت بتنغنغ بيها دي برضه من مال انا. وماله؟ ما انا كنت بديك وصولات امانه بالفلوس اللي انا كنت باخدها. اسم الله عليك، وصولات امانه. لكن لغايه دلوقتي انا طلبتك بحاجه؟ الله، معنى كلامك ده ان انا لو ما طلعتش امر ازاله البيت هتقدم وصولات الامانه دي للنيابه وتسجني؟ سجن ايه؟ ما انت اشتريت اراضي واملاك وبعتها وكسبت منها وصرفتها. ما تقول حقيقه اللي في نفسك يا ابراهيم بيه. انت كنت بتديني الفلوس دي عشان اكسب؟ كنت بتديني الفلوس دي وتاخد وصولات عشان اكسب؟ ولا يجي اليوم اللي تسجني فيه؟ انا مش عاوز اذي حد، والله العظيم ما عاوز اذي حد. انا عاوز اقف جنب ابني حبيبي دنايا، عاوز اقف جنبه واساعده. خلاص يا سكر، الفيلا قربت تخلص وكريم هو اللي هيعمرها بعد رجائي ما سابني. اهلا يا نهار. اهلا بيكي. تعالي احكي لي، عملتي ايه مع خطيبك؟ اتفقتوا على ميعاد الجواز؟ لسه. لسه ليه؟ مش عارفه، مش قادره اتاكد ان كان بيحبني انا ولا لا. ودي حاجه محتاجه الوقت ده كله. الحب ده بيبان في نظره، في كلمه، في موقف قد كده اهو. ده احساس. هو الاحساس ده لسه ما وصلنيش، وعشان كده مش قادره اغامر. طب اوعي تقولي كده لبابا ابراهيم، احسن هيزعل قوي لو عرف انك انت السبب في تاجيل الجواز. بابا من كتر ما هو مهتم بالفيلا والشغل وبس، ما بقاش واخد باله من حاجه خالص. مش عارف اذا كنت خارجه مع حافظ ولا قاعده في الشغل. ايه المبالغه دي؟ والله ما تلاقي في الدنيا اب زي بابا ابراهيم. وانا قلت غير كده؟ انا بس كنت عاوزه افهمك قد ايه هو مشغول. انا اسفه يا انهار، انا بعاملك زي اختي بالظبط. ايه بتبصيلي كده ليه؟ خلاص حققتي اللي في دماغك وطلعتي من قدوره؟ طب ايه يا بنتي النتيجه اللي انت وصلت لها؟ ماما، ولو كان ابوكي فكر معانا ايامها في مشكلتك ما كانش كل ده جرى. رجاي في المستشفى؟ طب اديني عنوان. ها؟ طيب بعت اشاره البيت. طب انا جاي حالا. رجائي رجائي، مش عاوز نعمل اي حاجه يا ابراهيم بيه. رجائي ابني حبيبي، مالك؟ ما تخافش يا حاج، جت سليمه الحمد لله. اصل الباشمهندس ما خدش باله ان اسكت. رجاء كلمني حبيبي، انا ابوك، انا ابوك يا رجاء، انا ابوك، انا ابوك. هاتوا له اكبر دكاتره في العالم، خدوا فلوسي، خدوا دراعي، خدوا رجلي، خدوا عينيا، بس ابني طيب، ابني طيب، ابني طيب، ابني طيب. بقالك زمان مستني؟ من اول النهار جيت البيت اكتر من 10 مرات، خفت لا تكونوا، بس بابا هو اللي طمني شويه. استاذ ارجوك اديني فرصه اخيره. اقعد يا لورد، وانت كمان اقعد. امارات، انت فهمتي معنى الجوله اللي عملناها النهارده؟ جوله فين؟ مشينا في شارع زحمه وكله عوادم سيارات. لو فضلنا عايشين واحنا بنتنفس الهواء المسموم ده على طول، اكيد هيجي اليوم اللي فيه كل الناس هتمرض.
وكمان ركبنا مواصلات زحمة ومشينا في شارع ما فيهوش ولا شجرة في عز الشمس. الله، دي كانت رحلة عذاب ولا حاجة؟ دي رحلة المواطن العادي اللي ما عندوش عربية مكيفة ولا الإمكانية إنه ياكل زبادي مستورد ولا عايش في حي راقي مليان بالشجر. المواطن ده مسؤولية مين؟ حضرتك بتسألني أنا؟ وبسألها وبسأل نفسي، والجواب أنتوا اللي تقدروا عليه. يعني حضرتك عاوزنا نزرع الشوارع شجر؟ إذا كان إحساسك بالثروة اللي عندك إحساس فردي، هتقول وأنا مالي، أتمتع أنا ويغرق العالم من بعدي. معقول تفكر كده يا كريم؟ الأنانية سهلة، شمعة عبقرية بعدم الإحساس بالغير. وأنا مالي، هو أنا يعني اللي حصل له هيكون؟ أيوة، أنت بفلوسك تقدر تصلح حاجة. سلسلة الشركات اللي بتقول هتعملها بجزء من أرباحها تقدر تعمل مركز أبحاث لحماية البيئة من التلوث مثلا، بس أبحاث جادة مش شغل موظفين. وانت اللي هتكسب، ويوم ما توصل لحماية البيئة من التلوث ابنك اللي هيكسب، علشان هيتولد في هوا نظيف. اكيد انت موافق على الرأي ده يا كريم. طبعا طبعا، انا مش بأمركم بشيء، ومش قصدي المشروع ده بالذات. انا كل اللي اقصده ان اوريكم غيركم عايش ازاي، وزي ما انا تحررت من انانية حب البنتي وقبلت انها تتجوز اللي بتحبه، ادعوكم انتوا كمان انكم تتحرروا من الانانية. لازم تعملوا حاجة للمستقبل، مش بس فيلا 200 دور ولا قصر في العجمي. فكروا اولادكم هيشربوا مية شكلها ايه، وهيشتغلوا فين. دي المصانع اللي بنستوردها من الغرب بقت موضة قديمة، وعندهم هناك بالكمبيوتر بيعملوا آلات أضخم وعدد عمالها أقل. طب لما تقدم مصانعنا نستورد قطع غيار منين وننتج إزاي؟ مشكلة مستقبلنا كلنا أصعب بكتير من مشكلة مستقبلك أنت لوحدك يا لورد. جلسة نزع ملكية أرض الوقف قربت، ورق التنازل في مكتب كريم بيه. إن شاء الله ما انتزع ولا حاجة. أنا آسف. روح اتفاهم مع كريم، أنا مش عاوز حد هنا يكلمني لا في شغل ولا في فلوس، مفهوم؟ مفهوم إبراهيم بيه. أستاذ حفص، هو كريم ما عندوش خبر باللي حصل؟ أنا ما شفتوش النهاردة خالص. رجائي رجائي رجائي، خاف شباب، انا كويس. الدكتور قال لي هخرج بسرعه. الحمد لله الحمد لله. طب روح حضرتك وانا حبات معايا. لا لا، روحوا كلكم، انا اللي حبات معاه. ده ابن البكري، ده اول فرحتي.
حبيبي يا ابني ما تكتميش على نفس الواد. يلا يلا كلكم روحوا روحوا كلكم روحوا كلكم. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ مفاجأة العمر كله. فين بابا اولا؟ ايه ده كريم ده؟ مالك في ايه؟ اظهر وبان عليك الامان. في ايه؟ اتجوزنا. الحلم بالمستحيل حصل. لكن ازاي الاستاذ وافق ان ده يحصل؟ قصدي يعني ازاي حصل بسرعه كده؟ خوفنا العم ابراهيم يصرف فلوس كتيره في مظاهر فرح ملهاش لازمه، وقلنا الفلوس دي تندفع لمشروع الدور احسن، وكريم وافق ودفع الفلوس وكتبنا الكتاب وجينا عشان نفرح بابا ابراهيم. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. فين بابا عشان يفرح؟ بابا في المستشفى. ماله؟ رجائي اللي في المستشفى رجله مجبسه. يعني ده ما يحصلش الا النهارده. كريم يلا بينا نروح نطمن عليه. هنروح كده؟ معقول؟ لا طبعا هنغير. خفة دم أبوي، بس ما أبغى يكون عندي حساسية أسنانة. ضروري أتصل على دكتورة الأسنان. مو شرط، لأنه حساسية الأسنان مو أكيدة. إذا استمريتي تستخدمي أورال بي بتكنولوجيا أكتيف ريبير يقوي ويرمم ويساعد على الوقاية من المشاكل مثل الحساسية. أورال بي، الوقاية خير من العلاج. داوني المركز الكل في واحد الجديد. لتر واحد من داوني المركز يغسل بقدر 3 لترات من مناعم الأقمشة العادي. ويوفر لك حتى 20% مع كل غسلة. جربيه الآن. الف مبروك يا اولاد. مش تبطل مفاجاتك ده يا كريم؟ احلى مفاجاه كريم، احلى مفاجاه. يا سلام، لو كان رجائي سليم كنت عملت لكم حاجه. احنا يكفينا رضاك عننا يا عمي. انا راضي عنكم يا اولاد. يلا قوموا روحوا، تصبحوا على خير. يلا يلا. الف سلام. الله يسلم، شكرا. سلامتك يا رجائي. سلام كريم. مع السلامه يا اولاد. الله يسلم. معقول؟ معقول إبراهيم يطلب منك إنك تطرد الأستاذ من شقته؟ ويهددني بالوصولات. أنا ضيعت يا ست هانم. ما عادش عندي حاجة غير الفيلا اللي ساكن فيها الأستاذ، ودي لو اتباعت مش هتجيب خمس تمنها. أنا في عرضي، أنا هتسجن. طب قوم قوم يا سكر قوم. أنا عارفك من زمان وعارف قلبك الطيب، اعف عني ربنا يسترها معاك. طب روح انت دلوقتي يا سكر، والصباح رباح زي ما بيقولوا. انا هتصرف. هتعمل ايه؟ بكره الصبح ان شاء الله
هروح لابراهيم المستشفى. يلا خلاص يا ناشي بقى. يلا كل بلاش دلع. حقيقيش بقى عشان خاطر. مش قادر. ازيك النهارده يا رجالي؟ الحمد لله يا ماما، بس ما نمتش طول الليل، كل ما اتحرك كده ولا كده بابا يتخض ويقول لي مالك. انا مش فاهم ازاي قدر يقنعك انك انت اللي تمشي هو اللي يستنى. كل بلاش كلام فارغ. يلا. ابراهيم انا عايزاك. خير؟ ايه حكايه وصولات الامانه اللي انت واخدها من سكر دي؟ انت صحيح عملت كده عشان سكر يطرد الاستاذ من سكنه؟ هو جالك ده واد مهفوف، انا خلاص مسامحه مدام كريم اتجوز، انا مسامحه بس ابعد عني، انا مسامح الناس كلها مدام شملنا كلنا اتلم على بعض. هو وصولات الامانه عندك في الدولاب؟ قطعيها اذا كنت عاوزه. كل المعلقه دي بقى عشان خاطر بابا دي وبس. دي وبس. سلم الرسومات دي، انا مش عاوزك تكمل الفيلا. حاضر يا فندم. وهو ذنبه ايه بس؟ ذنبه يعني ايه؟ انت فاكره كنا هنا من امتى؟ من قبل اخوك ما اتعور وقال فاضل اسبوع، يعني فات كام شهر دلوقتي؟ ايوه، بس كريم هو اللي قال لهم شيلوا حيطان وطلب تعديلات، حتى انا يومها سالت المقاول الحاجات دي تحتاج قد ايه؟ قال لي كذا شهر. بس كان نفسي لما كريم يرجع من شهر العسل يلاقيها جاهزه. انت يا بنت انت مش ناوي تتجوزي حافظ ده بقى ولا ايه؟ الله، انت تستنى هنا ولا ايه؟ ايوه هستنى لما يخلصوها عشان حد هنا انا بنفسي عشان تشوفي مصلحه ابوكي شكلها ايه. اعمل ايه دلوقتي؟ ان ما قدمتش ورقه التنازل النهارده انا غير مسؤول عن قضيه الوقف دي خالص. من فضلك صار الدرج ده وطلعيها، خلينا اقدمها. هو كريم حط الورقه في درج مكتبي ده؟ ما انا قايل لك من زمان. مفيش مشكلة، أنا معايا نسخة من المفاتيح. أيه. كارثة. كريم غير التنازل اللي بصم عليه شفيق، وبدل الربع كتبوا النص والراجل بصم. معنى كده لو قدمت الورقه دي يبقى كاننا نصبنا على الراجل. دي جريمه نصب على راجل جاهل يا انهار. اوعى تقول لبابا، اعمل معروف احنا مصدقنا مشكله كريم وعدم علامه دي عدت على خير. اعمل معروف لحسن بابا فرحان قوي. ايه ده انت واقف كده ليه؟ امشي شوف شغلك. حاضر يا ست. وبعدين هنعمل ايه؟ والجناح بتاعك في الفيلا ان شاء الله هعمل له كورنيش على الحيطان بميه الدهب، والشغل ده بقى هيكون بايد انا. بابا انا طبعا بقدر شعورك. بابا ابراهيم. رجائي كريم رجع من شهر العسل. صحيح. لا خليك انت رجلك. كريم. انا كريم متذكر. انا يا بابا حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا بابا. جوه رجائي. ازيك يا رجائي؟ الحمد لله على السلامه يا كريم. الف حمد لله على السلامه. ايه ده؟ انت لسه بتمشي بالعصايه؟ المهم انبسطت في شهر العسل. وفين امارات؟ امارات عند الاستاذ وزمانها جايه. انما بخصوص رحله شهر العسل فانا عملت شغل تمام. صفقه شاسيهات نقل قلاب، شركه نقاش فون. نقاش فون دي شركه شرايط واسطوانات وفيديو، احدث الشرايط في العالم، مش هتلاقيها الا في شركه نقاش فون. كريم النقاش وشركاء. كريم انا طبعا مش عايز افسد عليك فرحتك باللي انت متصوره النجاح، لكن عايز اسالك سؤال. انت
فاكر شرط موافقة الأستاذ على جوازك من أمرات؟ مجال كريم، أنا هلاقيها منك ولا من أمرات؟ جاي يا بابا. كريم، أنا طبعا هبقى فخور بنجاحك، بس لازم نتفق على معيار النجاح ده. أنت حر في نفسك وأنا حر في نفسي، بس أي حرية في العالم ليها حدود. إنك ما تأذيش حد. ياريت ياريت تفتكر ده كويس. اهو الخبر ده هيخلينا اديك كل اللي انت عايزه. خد، مع السلامه. انت تشكر يا بيه، يا ابدع بيه في الدنيا، الف شكر. والله وجات لك الفرصه يا فاخر يا هزاز لحد عندك، بس اجيب التنازل ده ازاي؟ ووصلوا لشفيق العجوز ده ازاي؟ وضيع صفقة العمر منك ابراهيم يا نقاش. مسعد مسعد تعال حالا. مسعد، عايزك تراقب لي حافظ بتاع شركة ابراهيم النقاش، لانه عايزه ضروري. بس انا ما اعرفوش. طب اتفضل انت، انا هتصرف بنفسي وهضرب كل العصافير بحجر واحد. الو، شركة ابراهيم نقاش. مين اللي بيتكلم؟ مين؟ ده ابني شفيق المرعجي. على العموم مش هقدر اقابلك النهارده، التنازل مش معايا، كلمني بكره لو سمحت. هتعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ مجرد ظهور الورق دي يسجن كريم لانها بخط ايده، والراجل جاهل، والتنازل القديم معاه وموثق بالشهر العقاري، واقل حاجه اعملها الراجل ده انه يسحب التنازل وكل حاجه تضيع عليكم. وانا اتصرف ازاي؟ ده كريم رجع من شهر العسل النهارده الصبح. ها، هقول لماما. وشركه الاسطوانات اللي مش عاجبه رجائي دي هتكسب ذهب كام شريط لكام مطرب من اياهم على وش من الشريط، وعلى الوش التاني احدث اغنيه فرنجي، وبكده هحط كل سوق الكاسيت في جيب الصغير واقفل عليه. برضو خد راي اخوك. انا قلت راي الكريم وهو حر زي ما بيقول. ماما تعالي، انا عاوزاك. خير؟ تعالي. خلاص اعمل اللي انت عاوزه. شايفه يا امرات جوزك ناجح ازاي؟ ايوه، بس مش ده اللي اتفقنا عليه؟ يزور؟ هي حصلت ان كريم يزور؟ رجائي، سمعت الكلام ده يا رجائي؟ خلي كريم يحصلني على اوضتي. هتكلمه دلوقتي؟ قلبي كان حاسس ان في حاجه غلط في تفكيره. طب وبابا؟ هو ده اللي مخليني متردد. أنهار، ما تخليش حافظ يروح الشركة الصبح، أنا عايز أنفرد بكريم لوحده. تزوير إيه اللي بتقول عليه ده؟ ده كلام مش صحيح. أنت معاك الورقة اللي بتقول عليها إنها مزورة دي؟ معايا. مش معقول،
الورقة مش موجودة عندك. مين اللي خدها؟ أنهار معاها نسخة تانية من المفاتيح. تناسي إن ده كان مكتبها قبل كده؟ حافظ عارف؟ مش ده المهم. حاجة واحدة بس عايز أسألك عليها. أنت إزاي تسمح لنفسك ترتكب جريمة زي دي؟ رغم إنك مش محتاج. ليه وقعت في دايرة الجشع يا كريم؟ مش إذا كنت مزور؟ لا مزور. وإلا ما كنتش اتخضيت ودورت على الورقة. اسمع كريم. قدامك حاجة من الاتنين مفيش غيرهم. يا إما تعترف باللي عملته وتعتذر عنه وتوعدني ما تكررش ده تاني، يا إما أنا اللي حاقف قصادك همنعك بالقوة، ولو اضطر لأمر هبلغ عنك النيابة. تبلغ عن أخوك؟ بتر عضو فاسد أهون مليون مرة من دمار أسرة بحالها. تزورت الورقة دي ولا لأ؟ ايوه زورتها. ليه؟ عشان تكسب حق مش ليك. انا دلوقتي بس اكتشفت قد ايه انا تافه. انا غلطان، لا يمكن اكررها، ده وعد يا رجائي. بس انت عارف الشيطان شاطر. المرة دي أنا هديك فرصة تتوب وترجع عن الطريق ده، بس بعد كده أنا مش هسكت. ده مش تهديد بالكلام، ده بالفعل. أي غلطة تانية أنا بنفسي هقدمك للنيابة. فاهم؟ عملت ايه؟ المسألة ابتدت تبقى خطيرة يا ماما. رجائي، الاستدعاء ده جالك من الشركة، لازم تروح الحفارة 67 في الغردقة. حضري لي شنطة السفر. تسافر وانت كده؟ ده انت لسه بتعرق. الحمد لله انا ابتديت امشي. من فضلك حضري لي الشنطة. حاضر. رجاء، هتسافر وتسيبنا؟ معلش يا ماما، ظروف شغلي. طب وكريم؟ يا ريت ما اضطرش انفذ وعدي ليه. لا قتلي لا، معقولة قتل شفيق أنس؟ اسمع، كل إصالات الأمانة تحت إيدي وأنا مش هعتقك. انا لا يمكن اعمل الحكايه دي ابدا، ما اقدرش. انت حر، بس لو ما نفذتش اللي بقولك عليه هسجنك. هسجنك باصالات الامانه دي، انت فاهم؟ انت عاوز تضيع صفقه العمر من ايدي؟ لا انهار ولا حافظ جم. هي ايه الحكايه؟ الحكايه روايه يا بيه. اجيب لك نسكافيه؟ ايوه حبيبي. الو، ايوه انا كريم. مين سيادتك؟ مش مهم انا مين، لكن الاهم انك لازم تعرف الخيانه اللي في مكتبك. حافظ جوز اختك هو اللي ماسك التنازل اللي انت زورته وداير بيه في كل حته. وشوف بقى.
لما يوصل لشفيق هيحصل ايه؟ او حتى لابوك؟ ايه اللي عملته ده؟ ازاي تغير قيمه التنازل من ربع للنص؟ كويس انك جيت، انا كنت مستنيك على نار. انت ايه اللي خلاك تفتح درج مكتبي وانا مسافر؟ انت عارف لو بابا عارف انك عملت جريمه زي دي هيعمل فيك ايه؟ انت ناسي انك موظف وبس. موظف وانفذ الاوامر على عيني وعلى راسي، لكن توصل لحد التزوير؟ طب موقفك يبقى ايه لو شفيق ده وقف في المحكمه وقال ان التنازل ده غلط مزور والناس دول استغلوا جهلي بالقرايه والكتابه؟ وانا هشهد بكده وضدك. طب هات التنازل انا هغيره. بص لي كده ليه؟ ده بدل ما تشكرني هات التنازل اهو. طب مع السلامه. انت بقى انت مرفوض. ايه مرفوض ازاي؟ ومين اللي هيوافق على كلامك ده؟ ابراهيم بيه لا يمكن يوافق ولا انهار. من الناحيه القانونيه كل حاجه ملكي انا، انا لوحدي وبس. برا برا برا. عظيم طردوه. احسن. طب ولاء حافظ ده فين؟ راح بيت ابراهيم النقاش بيشتكي. طب ابراهيم فين؟ في الفيلا. كويس قوي يا ترافولتا. طيب برافو. مع السلامه يا ترافولتا. مع السلامه. انت مع السلامه. الو. ايوه ما دام انهار موجوده. طب اكلمها لو سمحت. بقى تتعبني التعب ده كله عشان تقتنع وتيجي معايا المكتب ليه؟ هو انا عدوك؟ اصلي كان عندي مشوار مهم. عارف اتفضل اقعد اتفضل. انت مش رحت بيت ابراهيم النقاش علشان تشتكي له من كريم ابنه؟ طبعا ما لقيتوش في البيت، فكنت بتفكر تروح له الفيلا. ابراهيم دلوقتي ما بفكرش في حاجه خالص غير الفيلا والفلوس وبس. وانت تعرف التفاصيل دي كلها منين؟ لا اصل انا معجب بشغلك قوي، وعموما الشركات الكبيره لما تحب تعين مستشار قانوني عندها بتعمل عنه تحريات دقيقه. اتفضل امضي امضي على العقد. عقد ايه؟ عقد تعيينك مستشار قانوني في الشركه. بس اقرا اقرا المرتب. اقرا. ايه ده؟ 1000 جنيه شهريا؟ 1000 جنيه وهنا بقى لا في كريم ولا انهار ولا. بالمناسبة
انتوا عملتوا ايه في حكايه جوازكم؟ العقد ده صحيح؟ يعني حضرتك شايف اني استاهل 1000 جنيه في الشهر؟ 1000 جنيه ومعاهم حريتك من انهار، ونسوة كتير، وخصوصا انك لسه بتحب رؤاني. انت عارف ده كله ازاي ما تقنيش؟ انا اللي نفسي اسالك سؤال واحد بس، انت بتحب ايه في انهار دي؟ امضي امضي العقد، امضي امضي يا راجل. برافو يا بطل. بس انت ما جاوبتنيش على سؤالي. بس انا كنت برضو عايز اقول لك على حاجه. خاين، غدارك، مجرم. ليه تعمل كده؟ ليه يا خاين يا جبان؟ ليه تعمل كده يا خاين يا جبان؟ حلاوة الدنيا إننا نتعب فيها، ويوم ما تبني أنت وقدورة بيتكم طوبة طوبة هتفرحي. بس اوعي تفتكري إني قصدي الطوب يعني طوب، أنا قصدي فهمكم لبعض. وكفاية إن قدورة إنسان طموح ومش طمعان في مالك. طلعك في 60 داهية، بكرة جوزك ست سيدو، راجل جدع يشوف شغلي ويسكن معايا في فيلتي الجديدة. هي المسألة عاوزة تأجيل الحلم مش التنازل عنه. ايه رأيك تاخدي الثانوية العامة؟ ساعتها هتبقي مشغولة وانا مشغول، مش هتحسي بالفراغ، ولما تخلصي هيكون دخلنا زاد، نقدر نتمتع بصحيح.
اقعد هنا بقى شوي. خد كل دي كمان قبل ما اتكلم يا عم. خير؟ ايه اللي جابك؟ لا، وانا مروح لقيت النور مولع قلت اعدي عليك. امال فين حافظ؟ روح. هي انهار ما جتلكش الفيلا؟ لا، ما حدش النهارده جالي خالص. ليه؟ لا مفيش حاجه، حافظ روح من زمان. ايه حضرتك مش هتروح؟ لا، انا هقعد اتكلم في التليفون شويه كلام كده سري. اوعى تفتح، اوعى تقول لامك حاجه. ما تخافش. فين امارات؟ والله ما انا عارف. الو، معرض سيارات الامل. اهلا اهلا يا حاج. ازيك يا حاج ابراهيم شلبي؟ اهلا اهلا. بقولك ايه يا حاج، عاوزك تبعت لي اجدد 5 عربيات عندك. اللي قلت لك عليهم. تبعتهم لي على الفيلا اللي وريتها لك بكره الصبح بمشيئه الله. اسمع يا حاج، انا عاملها مفاجاه للعيال، اوعى اجيب لهم سيره. ايه، مع السلامة يا حاج. يلا يلا يا حبيب جدو، يلا هوبا. على بشرتي انا اختار فينوس كومفورت جلايد، مع شرائط الجل المرنه والشفرات المطوره بلمسه الزيوت النباتيه اللي تترك بشرتي فائقه النعومه من دون اي الم، من دون مواد كيميائيه. تساقط الشعر مشكله صعبه، تحتاج 2 يحلونها. بلسم بانتين 3 مينت ميديكال اليومي وشامبو بانتين يتفاعلوا سوا ويخلوا تركيبه البرو فيتامين تتضاعف لشعر مرتين اقوى. بانتين لقوه ما لها ثمن. بكره بعد الدور هتسمعي خبر حطيني من الفرح طيران. بوسه بقى لجدو. يلا، انت تعبت النهارده معايا في الشغل. يا سليمه، سليمه دي يظهر نامت من زمان علشان نور اوضتها مطفي من ساعه ما جيت. وكريم نام كمان وانهار. كريم ما لقاش مراته خرب، لكن انهار ما شفتهاش، ضروري نامت. ده ايه العيال اللي ما تلزش دي، بيناموا من المغرب زي الفراخ. احكي لي بقى حبيبي، جدو وداك فين وفين؟ المكتب. المكتب؟ سليمة مش في اوضتها والفرش متساوي زي ما هو. ايه الورقة دي؟ غريبة. أرجو لمن يقرأ هذه الورقة لإبراهيم أن يقرأها بأمانة. ما تقرأ، سكت ليه؟ سبق أن وعدتني بعدم التعرض لسكر ومسامحته، ولكني عرفت اليوم ومن الصحف أنك قدمت بلاغا ضده، ولا أعرف تفسيرا لهذا الموقف. بس أنا ما قدمتش بلاغ ضد السكر. هذا فضلا عن أنني علمت بعد ذلك من حافظ أن كريم زور تنازل الحاج شفيق، وكان هذا بعلمك، وطرد حافظ من العمل. إبراهيم، انا لا يمكن هقدر اعيش معاك سليمه. ايه الكلام ده؟ مش تسالني قبل ما تمشي؟ كده يا سليمه، ده انت عمرك ما غضبت وسبت البيت. ما تعمليهاش لله دي، ده انا عمري ما احتجت لك قد اليومين دول. كريم هو اللي بلغ عن سكر، وكريم هو اللي طرد خطيب اختك من الشركه.
وكريم هو اللي زور التنازل. فين التنازل ده دلوقتي؟ كريم كان بيساوم سكر عشان يقتل شفيق ويقدم التنازل المزور. معقول؟ معقول كريم يكون وصل للحالة دي؟ قلت لأبوك ما ادانيش فرصة حتى يسمع كلامي. خلاص أبوك ما عادش قادر يصدق حاجة غير إنه يروح الفيلا ويشوف الخمس عربيات. لا يا ماما مش حاضر أبدا أحط إيدي على خدي وأسكت. لازم أتصرف. هتعمل إيه يعني؟ أرجوكي سامحيني في اللي هعمله مهما كانت قسوته علينا. أرجوكي سامحيني. رجائي رجائي رجائي. بعد اللي سمعته من طنط سليمة اتجننت. قلت مش ممكن مش ممكن يكون وصل الحال بكريم للدرجة دي. جريت على ورقك اللي مخبيه في الدرج التحتاني. اكتشفت حاجات كتير كتير قوي. عرفت انت بتجيب الفلوس الكتير قوي دي منين. اكتشفت انك وصلت لأعلى أنانية ممكنة. بقى بدل ما تفكر في الخير للناس تضرهم. تضر الناس يا كريم تضرهم. هو طموحك ده كان ايه يا بابا؟ طموح في ناس مش موجودين على الارض فعلا؟ لا موجود. مش لازم في كريم، في رجائي، في قدورة، في اي حد. اي حد. لا الخير موجود في كريم. مهما كانت غلطتي انا برضو بحبك وهقدر. انت تسكت خالص. طب بس تتمي صفقة السيارات دي وانا هديك فلوس تعملي كل اللي انت عايزاه. ان شاء الله تعملي محطة ابحاث فضاء. حتى محطة ابحاث فضاء بصفقة واحدة؟ يا بلاش. دي هتكسب مليون جنيه. مليون مليون من صفقة واحدة. يا دي المرار اللي احنا عايشين. يلا يا مرات. على فين يا كريم؟ رجائي انت جيت امتى؟ انت فاكر يوم التنازل انا قلت لك ايه؟ تبلغ عني؟ محدش يقدر يعملها من ولاد ابراهيم النقاش. محدش يقدر يهد الفيلا الضخمه اللي اتبنت. كريم اسمع، انا مش فاضل نصايحك وانا بخاف من تهديدك. انا ظهري مسنود. اديني الاوراق اللي لقيتيها في البيت. هتقدر تقدمها؟ محتاج لكل اصوات الحق تقولي ان دي مش جنايه اخ لاخوه. سامحني يابا. سامحني يا ابراهيم النقاش. عكس حلمك هيتحقق. هاتي دي مش قضية بين أخ وأخوه. دي قضية بتخصنا كلنا. يظهر إنه الخوف على المستقبل مش كفاية. لازم نخاف على النهاردة أكتر. هرجع الموقع تاني. مش قادر مش قادر اشوف حلم ابويا وهو بينهار. مش حلمه في الفيلا وبس،
حلمه فينا؟ حلمه في ولاده بنهار. الزيارة دي علشاني أنا؟ أي مال فين خطيبك؟ واعية اللي بتعمليه؟ والدك ووالدتك عندهم خبر انك جايه لي هنا؟ ولا حد. انا جايه لك من نفسي، واذا قابلتني هعيش معك في البيت ده. مال الفيلا والخمس عربيات وأحلامك في الثروة، إيه المفاجأة الغريبة دي؟ خلاص تعبت وعاوزة أرتاح. اتضح انك عقر قوي. خلصني، اديني الفلوس. والدتي مش في البيت والجو مكهرب قوي. تصور ان دي خامس صفقه تعدي على الجمارك، وكان الشاسيات لا قديمه ولا بتغير سنه صنعها ولا حاجه. اتضح انك عجيب. سافرت بره، عملت الصفقات الاولانيه، وفي شهر العزم ما ضيعتش وقت، قلبت لك كم صفقه. انما ايه هلا. ثانيه واحده اجيب لك جزء من الفلوس والباقي بعد ما نصرف البضاعه. ماشي زي ما هي. اوعى حد يتحرك. انا ماليش دعوه، انا ما عملتش اي حاجه. هو اللي كان بيعمل كل حاجه وهو سبب. انا ماليش دعوه. كان متهيألكم ان اللعبه فاتت على الجمارك، لكن انت كنت متهيأ يا استاذ من اول صفقه. خدوهم. Thank you.
لو تسلح الإنسان بالعلم والقيم أكيد مش هيفقد ثقته بنفسه. كل الأعمال غير المشروع اللي بتقرأ عنها في الجرائد دي بتحصل من ناس مهزوزين فقدوا الثقة في نفسهم فاتجهوا للفلوس فاكرين إنها ممكن تعمل لهم كيان، مع إن الفلوس وحدها مش ممكن تعمل كيان لإنسان ما عندوش مبدأ ولا قيم يدافع عنها. حد يوصلني أنا والولد لرجائي. أنت عاوزة تسيبيني؟ مش بإيدي، غصب عني. دي حكاية كريم قلبت عليا الناس كلهم اللي أعرفهم وحتى اللي ما أعرفهمش. ده أنا ما قدرتش أخش الجريدة من كتر الأسئلة. ليه ده حصل؟ وإزاي؟ وأنت هتفضلي عايشة معاهم؟ دول فرضوا الحراسة على كل ممتلكاته، ومش بعيد النيابة تبعت تسألني أنا كمان. أنا عارفة إن ملكش ذنب في اللي عمله كريم، بس أنا ما أذتكش في حاجة. من فضلك يا بابا، أنا عايزة أروح لجوزي، عاوز أخرج. خرجي يا بنتي، أنا مش سجان لحد. انا بحبك قد ايه، بس قولي ازاي هعيش في الجو ده؟ وابني هعمل فيه ايه؟ انت كمان عاوزه تسيبيني؟ يا عم ابراهيم، هي مش هتسيبك، هي راجعه لبيت جوزها. كلكم عاوزين تسيبوني. سليمة،
شايفة اللي حصل؟ الفيلا خلاص خلصت، مش لاقي اللي يعمرها، مش لاقي. إبراهيم ما تزعلش مني يا إبراهيم، أنا شركتك في كل اللي حصل. تحبيت حلمك بالفيلا ونسيت ولادك اللي هيعمروه. أنا؟ لما جيت لك المكتب عشان مشكلة أنهار ما بتتش حتى تسمعها. كنت بضمن لهم مستقبلهم. وقبل ما تتطلق أنهار ما حصل خلاف بينها وبين جوزها، كنت بتديها فلوس من وراها، ساعدتها انها تكرهه، طلقها، وبعد كده نسيتها بزحمة شغلك. ايوه كنت ببني لهم الفيلا. وكريم، كريم يا ما قلت لك اقعد معاه، ده محتاج لك وفي سن خطر، كنت بتدي له فلوس من ورايا، كنت بتضحك على كلامي. كنت عاوز ابتعه بكل اللي اتحرمت منه. ورجائي، رجائي اغرت مراته بالفلوس والعربيات والخدم عشان تقعد هنا وتسيب جوزها. كنت عاوزه يرجع البيت عشان يعمرهولي. هي جريمة لما الأب يعمل مستحيل عشان ولاده يعمروا له بيته. مش مهولة أذيهم وأنا بحبهم الحب ده كله؟ ده أنا عشقت التراب اللي بيدوسوا عليه. طب ليه يا أستاذ؟ يا أستاذ، يا عالم، يا بمخ كبير، إزاي أذي ولادي؟ إزاي وأنا بحبهم؟ أنت مش مدان لوحدك، في شيء غلط بدأ يزحف على عقول الناس، هو المظهر. المجتمع اللي يحكم على مظاهر الناس وينسى أفعالهم مجتمع ظالم، لأنه بيساوي بين الإنسان الشريف والحرامي. ولما بتحصل المساواة دي القيم بتختل من قلوب أولادنا، فبيجروا ورا المظهر وبينسوا الحقيقة. العمل، الإنتاج. سامعة أمارات؟ مش أنا الوحيد اللي غلطان. أنا كل اللي عملته وحبيت الناس تشاور على أولادي ويقولوا ولاد إبراهيم النقاش أهو. إبراهيم النقاش اللي بنى لولاده فيلا، اللي جاب لهم 5 عربيات وخاف عليهم من الحسد وجاب لهم 5 خرزات أهو.
يوم ما حقق الحلم اللي استنيته طول عمري، ويوم ما تكمل المباني ماليش اللي عمرها.